وخرجنا نشوف الدنيا عاملة ازاي. انا مبسوط. اول مرة السنة دي ينزل تلج، وبعد ما فقدنا الامل يعني قلنا الشتاء خلص وخلاص مفيش تلج هينزل السنة دي، والجو اتحول ان احنا كأننا عايشين في اجواء القاهرة. خلاص التلج نزل السنة دي بقى. خلاص بقى يعني ايه السنة الجديدة زي ما كنا بنشوف في الافلام كده، اول السنة ما تيجي ويطلع حد يبص من الشباك والتلج ينزل. علينا ده كلام فاضي، خلينا في الكلام المهم. الكلام المهم بالنسبة للتطورات اللي بتحصل في الصين دلوقتي، اللي انا شايفه دلوقتي فيه، ايوه كده عشان ما تدخلش في عين، اللي انا شايفه دلوقتي ان في اجراءات وقائية يمكن اكتر من الفترة اللي ظهر فيها الفيروس اول مرة. كان زمان مثلا لو تروح اي مكان تلبس الكمامة وخلاص، بعدها جت مرحلة ان هو يقيس لك درجة الحرارة في اي مكان انت داخله. دلوقتي في كمان حاجة اسمها الكود الصحي، بتعمل له سكان وتوريه للناس اول ما تروح. الكود الصحي ده طالما هو بيظهر علامة خضراء، طالما ان انت ما ظهرش في المحيط بتاعك حد مصاب بالفيروس، او لو اي حد ظهر في المحيط بتاعه مصاب او اكتشف ان هو مصاب، بيتحول اللون بتاعه اصفر كده، لازم يروح يعمل تحليل وكده. ما علينا، بالنسبه لموضوع السفر، السفر حاليا يعني مفيش اي اخبار عن السفر، الا اذا يعني في بيان نزل من السفاره ان الناس اللي عايزه تسافر تروح الصين، تمام، الاجراءات والكلام ده كله، ده في حاله ان انت خلاص عملت الفيزا وفاضل بس اجراءات السفر، فاضل بس السفر. سفر اول ما بتوصل الصين بتاخد حجر 14 يوم، تمام، في فندق هما بيحددوه، تكلفته من 50 ل 100 دولار في الليله، تمام، يعني احسبها. كمان لو بعد الحجر المسافر بيعمل تحليل، لو طلع نيجاتيف بيسافر الوجهه بتاعته للمدينه اللي هو عايز يروحها. يعني الحجر ده مش بيتم في المدينه اللي هي الوجهه النهائيه، لا، بيتم في مدينة الوصول. بعد كده المدينة اللي بتروحها في الآخر، يعني المسافر المدينة اللي رايحها أصلا، ممكن تطلب حجر 14 يوم تاني، قد كده شهر. طيب لو المسافر اتعمل له حجر 14 يوم، لو المسافر أول ما وصل اتعمل له تحليل، طبعا بيتعمل تحليل قبل الحجر وطلع مصاب، بيروح المستشفى على حسابه ويعمل ياخد العلاج، طبعا غالي جدا. وبعدين بيطلع يتعمل له حجر تاني لحد ما النتيجة بتاعته تطلع نيجاتيف. وكمان الوجهة النهائية بتاعته في بعض المدن ما بتقبلش اللي جايين منها وكانوا اللي جايين لها وكانوا مصابين قبل كده بالفيروس، ان هم يدخلوا المدينة قبل ما ياخدوا حجر، تمام، 14 يوم تاني حتى لو نيجاتيف، ويعملوا تحليل الفيروس تاني بعد الحجر. ده بالنسبة للسفر، ممكن ما يهمش ناس، مش يعني ممكن ناس كتير تكون عارفة الكلام ده. بالنسبة للمنح، وده المهم، تقديم المنح، في تقديم عادي جدا للمنح، بس السنة دي مختلفة، ان في نوعين. النوع الاول ان في ان بقت المنح في اونلاين وفي منح عادية. منح الاونلاين حتى لو السفر فتح هتكمل تاخد الدراسة بتاعتك، فترة الدراسة بتاعتك اونلاين، الا اذا كان الجامعة او الهيئة يعني مثلا كونفوشوس او الحكومة السي اس سي او ايا كان لهم رأي تاني في الموضوع ده او قرارات تانية احنا لسه ما نعرفهاش. بالنسبة لي المنح العادية تقدم، بتبدأ الدراسة بتاعتك اونلاين او تأجل. يعني لو اتقبلت مع بداية الدراسة بيبقى لك اختيارين، الاختيار الاول انك تاخد تبدأ الدراسة بتاعتك اونلاين لو ينفع، لو تخصصك ينفع، يا اما ان انت تأجل الدراسة وتاخدها في السنة اللي بعدها. السنة اللي بعدها ممكن تيجي ولا لا، تمام، يبقى نشوف. بس ده كل حاجة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وفي صفحة على الفيسبوك بنفس اسم القناة China Vlogger. في بعض الأحيان يعني بيبقى في معلومة ولا حاجة مش مستاهلة ان انا اعمل فيديو وانزله، او هعمل فيديو اتكلم اقول ايه، فبعمل بكتبها في بوست وبنزلها على الصفحة. ممكن تعملوها فولو، واتمنى ان انا افيدكم. السلام عليكم.